تعرف شلون صوت بالانتخابات؟ والله ما نعرف. شاركت في الانتخابات قبل؟ شاركت ان يجمعون الناس وقدمونا على الصندوق ونحط اصابعنا بالحبر ونطلع وانتخبوا فلان ابن فلان. زين هسه راح تروح على الانتخابات راح تسال القاده المفوضيه هناك شلون لازم نسالهم؟ هم يقولون لنا سووا هيك وسووا هيك، هم ما نجي قبل احنا، لان احنا لا نندل عرب غنامه ما نعرف بس هم راح يعلمونا يقولون تعالوا انتوا اخبوا هذا الرجل امه تعالوا هيك سووا، واحنا نجي عن طريقتهم وننتخب ان شاء الله. راح تشارك بالانتخاب؟ ان شاء الله. حدثت بطاقتك؟ حدثت بس ان شاء الله راح اسحبها من اربيل، من اروح اسحبها الساعه خبروني عليها. ان شاء الله. تعرف شلون صوت بالانتخابات؟ لا والله بعد ما تعرف. شاركت قبل بالانتخابات؟ ايه. زين عشان اول ما فوت على مركز الاقتراع ايش تسوي على مركز الانتخاب؟ هويتك هويتك الاحوال المدنيه وهاي السيم كارت مال الانتخابات. اي بعد ما رحنا يعني هاي جديده بعدها يعني احنا تختلف عن القديمه راح يصير له نفس القديمه والله نسيتها على صندوق الاقتراع تختار السجل القائمه واللي تنتخبه اللي ضمن القائمه رقمه صح مقابلها. زين تعرف شلون بطاقة الناخب تكون ملغات؟ لا ما اعرف. او ورقة الاقتراع شلون تكون تالفة؟ لا ما اعرف. زين من راح تدخل المركز الانتخابي راح تسأل كوادر المفوضية تستفسر اكو غادي موظفين اقتراع راح نسألهم ونستفسر منهم على الشغلة. شو طبعا اكيد. اي حدثت جديد عندي. لا هسه انا ما نعرف شلون الآلية مالته. عادي كنا نروح على المفوضية مباشرة ناخذ اللست يعني شوف من نريد نصوت عليه ونخلي يمه يعني كان صاح وكان قبل الاربع سنين اللي راحت ختم يمكن اتصور بس انا ما اعرف. راح تشارك بالانتخابات؟ والله انا عندي يعني سويت البطاقه الانتخابيه وكملتوها بس المشكله ما نعرف منو ننتخب يعني نفسهم هم بس اللي كان بالاخير صار بالبدايه.